والله ممكن نخلي نشوف. الرحمن الرحيم. لقد جئنا المنطقة الخامسة والحمد لله رجال ثابت، رجال صامد يتحققوا ويحققوا نصر كبير جدا، وجدنا قيادتها قيادة متلاحمة وكذلك ضباطها وأفرادها ويحققوا النصر، وإن شاء الله سيحققوا النصر أكثر فأكثر بإذن الله في الأيام القادمة بجانب أخواننا في القوات المسلحة. وتكبد العدو خسائر كبيرة جدا برغم أن احنا نأسف على الخسائر التي بيتكبد فيها لأنه يمني في الأخير، ولكن آل الإنقلابيين آل أن يهدروا أبناء الشعبليين ويدخلون في هذا المحرقة الذي لا يفكروا بنتائجها. تقبل اليمن في مع الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية الشرقية عبد الرب منصر هذه، وكذلك ما حققتها المنطقة الشرقية الخامسة اليوم من انتصارات، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل قيادتهم مثلا في الاخ اللواء توفيق واركان حرب اللواء عمر وكل قاده الالوية وضباط الافراد، وكذلك بدعم قوات التحالف العربي قياده المملكه العربيه السعوديه الذي كان القوات الجويه وكل الدعم الناري بكثافه، وان شاء الله نصر قريب باذن الله اضافه الى ما تحقق في المخاء وما يتحقق في الجبهات بشكل عام. حركات من اللي ومن اللي سلموها لمين؟ ليش من جهه سلموا؟ هذا مسؤول الاثار هنا. مسؤول الاثار ايه. اوكي تمام. طيب انا بقعد 60 واحد. طيب متى تحولت هذه المنطقه ثكنه عسكريه؟ يعني بالنهايه 2011 من اللي حول؟ الحوثه حولوها ثكنه عسكريه. أيوه. خلاص اصبح الناس لا يقوها ولا شيء. 5 سنوات و10 أيام مو من داخلها. 5 سنوات و10 أيام. زيارتنا اليوم إلى مدينة براقش التاريخية كجزء من اهتمام اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بموضوع استهداف الأعيان الثقافية، كونها حق ليس فقط لليمنيين جميعا إنما حق لكافة الشعوب وحق للإرث التاريخي. مؤسف ما رأيناه من استحداثات كبيرة حدثت في هذه المدينة التاريخية، مؤسف أيضا تحولت إلى ثكنة عسكرية ممتلئة بالدبابات والأطقم العسكرية ومن ضمنها طقم وجدناها محترق، وتحولها بعد ذلك كما ذكرت إلى ثكنة عسكرية متناسين بأنها من الأعيان التي يجرم استخدامها كثكنات عسكرية ومجرم أيضا استهدافها. حجم الدمار في مدينة براقش حجم يعني كبير ومهول، ولا سيما الدمار الذي طال الاستحداثات أو الترميمات التي كانت قامت بها بعثة إيطالية بدأت بنهاية الثمانينات حتى منتصف الألفين القرن الحالي. لكن كما ذكرت مثل هذه الانتهاكات يجب أن ترصد بشكل حقيقي وبشكل تاريخي متسلسل لما يفيد الأجيال القادمة ولما يحدد بعد ذلك أيضا الجهات المتسببة وحجم مسؤولية كل طرف. هذا 700 وهذه 200 لا يرشح لا يرشح ولا يعقد، وبرضه نفس الطريقة نفس هذه برضه لا يرشح ولا يعقد صحي. هذا صناعة لحق برضه يصنعوه بداخل شبوة عمل يدوي، وبالخامسة من الحديدة برضه يجيبوا من الحديدة، بالحسوة يشتغلوا الزنابيل، هذه الزنابيل بالحسوة يشتغلوا. هذه الزنابيل بالحسوة وبالحسوة برضه يشتغلوا كمان زنابيل حق الحلاوة حق التمر
عدة أصناف يشتغلوا أشياء كثيرة بداخل العزوة. وبالحق يشتغلوا عدة أصناف من الأشغال اليدوية. بس نحن هنا التشجيع ما فيش بداخل، ما يشجعوش الحرف اليدوية، ما يحصلوش دعم. وهذا العصير للقعايد، يحبوا القعايد شبهم. وقد انقرضين هنا بداخل عدن القعايد، كانوا الناس أول يفرشوا القعايد، البسطاء يصلحوا القعايد بالأرصفة يرقدوا فيهن، والصباح يقوموا ورفعوهن. لكن الحين الآن ما فيش عاد قعايد. أول حتى كان في لوكندات يعني معاهم قعايد من هذا الحصير، من هذا العطير يعني. وهذا طبق برضو كمان أطباق، يصلحوا الأطباق هنا. من هذا الشغل الرابعة، المحافظة الرابعة شبوة. وهذا المشقب بداخل المشاقب، يصلحوا عدة مشاقب بداخل الحق. هذا تصلح العروسة الثوب حقه أو غير العروسة، تبخر تعمل البخور داخل يعني مقمرة مع البخور، وتعمل الثوب حقه. يتبخر الثوب ولبسته الحرماء وصبحت موخرة. هذا شكل، هذا عرايسي، وهذا برضه شكل، وفي أشكال كثيرة. هذا طبعا مصنوع من من العزف. في الآن دخيل يشتغلوا بمخمل وحاجة، لكن مش مطلوب كثير. هذا المطلوب الكثير العزف اللي يشتغلوه. والحمد لله عندنا اهم شيء نعمه الامن والامان، ما دام سيئون حضرموت في امن والامان. نحن الاسعار سهل كل شيء، كما قال الشيخ خذوا المناصب وما نشتري الا الوطن. طيب فرص العمل انتم لكم كشباب؟ عمل كثيره في كل، بس الرزق على الله طبعا. كل ما بتزدهر سيئون ان شاء الله في قريب، في اعطيك سنه سنتين. وعندنا انتشر العمران انتشار عمراني في سيئون. الناس تشكي من الغلاء والاسعار والعمله كل يوم في طلوع، وهذا كله نازل من الوضع السياسي طبعا في البلاد. عانى المواطن من كل الاسعار، يعني الغلاء في وارتفاع المواد الغذائيه، يعاني المواطن منها لحد الان. يعني لن التفات الدوله، لن تلتفت لهذا العمل. ايش المطلوب من الدوله؟ المطلوب يعني ان تعزز العمله، تعزز الاقتصاد والامن وتثبيت الامن في البلاد. احنا الحمد لله نشوف يعني في تحسن، لكن الوضع الحالي دحين التجاره يعني مشلوله. لا يعني بدات الاعمال تقل وبسبب تدهور العمله، وهذا ندعي يعني من الحكومه ان تلتفت نظرها لهذا المواطن. يعاني منذ سنوات لحد الان، منذ التشطير، منذ الوحده اليمنيه، لا جميع تعاني، يعاني المواطن من هذا الشيء.